يا صباح الخير على حضراتكم جميعا، واهلا وسهلا بيكم. شمس نهار جديد بنبتدي معاكم ليوم الثلاث الموافق 30 يناير في 2024، وحلقه جديده بنهار ابيض جديد علينا وعليكم ان شاء الله. اللهم اكتب لاخواتنا في فلسطين نصرك يا عزيز يا مبين، وانتقم من الظلمه المجرمين، اللهم امين. طبعا يعني ربما يعتبر كده البعض ان اللي حصل لمنتخب مصر في بطوله امم افريقيا ل 2023 الجاريه حاليا في كوت ديفوار هو امر مفاجئ، ولكن في حقيقه الامر اللي حصل اول امبارح يا جماعه غير مفاجئ بالمره، لان ببساطه شديده كده ربنا بيدي للمجتهد واللي خطط صح وتعب صح واشتغل على نفسه صح واشتغل على سلبياته وعالج اخطائه صح نتيجه صح. ولكن تعالوا كده نسال نفسنا، هو منتخب مصر يستحق ان هو يكمل في البطوله دي؟ يعني لو احنا كنا ما خسرناش في اخر مباراه امام الكونغو الديمقراطيه كان هيبقى بنستحق ان احنا نكمل في البطوله وكنا هنقدر نكسب البطوله؟ طبعا كل حضراتكم دلوقتي هتردوا وتقولوا بصراحه لا، ده احنا لعبنا اربع مباريات ما حققناش ولا مكسب واحد حتى يوحد ربنا. سجلت سبع اهداف زي ما استقبلت برضو سبع اهداف. فتكمل بانهي اماره؟ يعني ربما يكون الامر في مجمله كده مفاجئ لاسم وسمعه منتخب مصر، لان احنا كمان معلش احنا كنا بنلعب في دور المجموعات مع منتخبات بنقول عليهم متواضعين، حتى غانا ما كانتش في احسن حالتها. فانت بتلعب في دور مجموعات مع اسامي منتخبات ما تجيش اي حاجه قصاد اسم منتخب مصر وتاريخ منتخب مصر. لان احنا اسم مصر ده يعني اسم ليه قيمه وقامه كبيره. عيب لما تتهان بسبب مجاملات واختيارات سيئه من البدايه للنهايه. وعيب ان احنا نبقى بنخلص كل مبارياتنا تعادل وتعادل بصعوبه. يعني يا ريتنا حتى احنا اللي بنبقى مسجلين ومرتاحين وهم بيتعادلوا معانا، ده احنا اللي بنعافر علشان نتعادل مع منتخبات اساسا غير مصنفه. والحقيقه دلوقتي هو الشغل الشاغل للجميع هو مين هيتحمل مسؤوليه المهزله اللي بتحصل دلوقتي؟ هل المدير الفني السيد فيتوريا اللي بيقبض تقريبا 200 ألف يورو في الشهر، يعني تقريبا أكتر من معظم أو من كل المدربين الموجودين في إفريقيا، يعني 14 مليون جنيه علشان نشوف في النهاية النتيجة الكارثية دي؟ وخلوا بالكم برضو من حاجة، احنا علشان نمشيه هنديله 3 شهور من راتبه، يعني تقريبا 42 مليون جنيه، ولازم نبلغه خلال ال 15 يوم اللي جايين دلوقتي دول، وإلا هياخد عقده بالكامل. والبعض برضو يقول لك لا، ده المسؤول المفروض يبقى اتحاد الكورة اللي هو أصلا اتعاقد مع الراجل ده، اللي هو يمكن ما عندوش خبرة كافية في تدريب المنتخبات وما عندوش خبرة كافية في إفريقيا ومخضوض في كل المباريات ومش عارف يعالج المشاكل والسلبيات اللي المنتخب بيعدي بيها من أول مباراة، خصوصا كمان أن معسكر المنتخب في كوت ديفوار احنا زي ما بنقول هو شهد وقائع عليها جدل كبير جدا، ابرزها كمان اننا عرفنا خبر رحيل محمد صلاح من المعسكر بسبب الاصابه اللي عرفناه طبعا من يورجن كلوب في انجلترا مدربه، قبل ما انت تعرفه من اتحاد الكره نفسه اللي هو المسؤول اصلا انه يقول حاجه زي دي، وان هو المفروض يطلع يوضح الحقيقه ويتكلم قبل اي حد ويقول لك الموضوع كله او القصه كلها او هتتحل ازاي او ايه المشكله. لكن احنا ناخد بقى كلام من مدرب ليفربول يورجن كلوب، وناخد كلام من عضو اتحاد كره يقول انا ما مش عارف حاجه، وناخد كلام مره ان الاصابه بتاعت محمد صلاح حاجه وبعدين نعرف ان هي حاجه تانية. لا، هو احنا عندنا بقى مشاكل في المنظومه بالكامل والمفروض ان هي تتحمل برضو ده، ولا اللعيبه اللي البعض ساعات واحنا منهم بنقعد ان احنا نشكر فيهم ونديهم ثقه ونقول احنا عايزين نقف جنب اللعيبه، عايزين نقف جنب المنتخب ولازم نسند ولازم نساند ولازم ندعم، والكلام ده احنا كلنا كنا بنطلع نقوله لان ما عندناش حلول غير ده. خلاص المنتخب كان بيلعب كان لازم نطلع نقول كده، وللاسف اللعيبه دي في النهايه قدراتها ما تعرضتش لاختبارات تقدر من خلالها ان انت تحكم عليها الحكم الوافي والشامل. يا جماعة الحقيقة خروج منتخب مصر من دور ال 16 على ايد فريق غير مصنف من القوة العظمى ده امر مش هين، ولا ينفع ان احنا نسيبه يعدي او يمر مرور الكرام، ده امر بمثابة فضيحة كروية لازم يكون فيها حساب عسير،
خروج منتخب مصر من البطولة بدون ما يحقق أي فوز في 4 مباريات كلهم تعادل وبنستقبل 7 أهداف، ده حاجة يعني ما حصلتش معانا من بداية كأس الأمم الإفريقية. لما تحصل في النسخة دي يبقى احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا. إزاي ما فيش فوز في 4 مباريات بتلعب مع منتخبات، مش ما انت بتلعبش مع السنغال يعني، ولا بتلعب مع المغرب ولا نيجيريا ولا كوت ديفوار صاحبة الأرض، ما بتلعبش مع منتخبات تقيلة. يعني انت بتلعب مع منتخبات، أي حد كان قبل دور المجموعات هيجي يتكلم كده ويقول التوقعات ايه، هيقول مصر هتكسب. لا، ده احنا بنواجه صعوبة في ان احنا نتعادل، اللعيبة مموتة نفسها علشان نتعادل. لا، هو مش ده منتخب مصر، مش ده اللي يرضي الشعب المصري، مش ده اللي يرضي الجماهير المصرية. لا، احنا ولا تاريخنا يقول كده، ولا اسمنا يقول كده، ولا احنا ينفع نبقى بنتبسط لما بنتعادل ونخرج متعادلين. احنا دعمنا المنتخب بشكل كبير جدا، والمدير الفني او المدرب فيتوريا راتبه كبير جدا. يعني المفروض ان احنا كنا نشوف نتائج مختلفة تماما. ولكن على العموم خلونا نكمل كلامنا عن منتخب مصر وكاس الامم الافريقية وعن كمان الزمالك بعد الفاصل السريع ده، ونرجع مرة تانية نكمل باقي كلامنا. اهلا بيكم من جديد، ولسه بنتكلم عن منتخب مصر وعن خروج منتخب مصر من البطوله ب4 تعادلات، وده شيء يعني الحقيقه ما كناش او ما كانش في اي حد ممكن يتوقع النتائج اللي حصلت في البطوله دي. والحقيقه ده اخفاق يعني بيترتب عليه برضو عقوبات قاسيه جدا منتظره لاصلاح حال الكره المصريه، اللي المجاملات والمحسوبيات اتعبت جسدها وارهقت كاهل المنظومه بالكامل. لازم الكل يتحمل اللي حصل، ولازم الكل يكون مسؤول، ولازم يكون في حساب وحساب عسير، لازم علشان نصلح اللي موجود داخل المنظومه دي، وعلشان بجد نشوف المنتخب ده بشكل تاني ونرجع تاني نشوفه كده لما كان في احسن حالات ليه، لازم يكون في حل، وحل قاسي، وحل يعني واضح وصريح وسريع. يعني احنا عايزين نشوف ده الفتره الجايه، مش عايزينها تكون مجرد لحظات غضب هتعدي والسلام. الحقيقه محتاجين ان احنا نشتغل على نفسنا اكتر في حاجات كتير قوي. المنظومه بالكامل محتاجه ان هي يتصلح فيها حاجات كتير قوي. ولكن لو هنروح بقى يعني للزمالك، والحقيقه ان في الامارات الزمالك حقق استفاده قصوى من المشاركه في الدوريتين اللي هو خدهم، سواء في ابو ظبي او في دبي. شفنا شيكابالا بمهارته وكورته الحلوة اللي هتفضل بتميزه لآخر يوم في مسيرته، اللي يا رب يعني ما يجي أبدا. وأكيد كل جماهير الزمالك يعني اليوم ده بالنسبة لها كابوس. شفناه وهو بيقود الزمالك بإبداع لإحراز لقب بطولة كاس دبي للتحدي الودية بالفوز وبـ3 على حساب فريق نادي أهلي جدة السعودي. مفيش شك زي ما بنقول كده إن هي تجربة رائعة ومفيدة، وهي ودية، ولكن هي إحنا استفدنا منها أشياء كتير قوي. في يعني طبعا لعيبه كانت بعيد زي الونش وزي مصطفى شلبي، وظهور اكتر من عنصر الشباب زي ما شفنا عمار ياسر اللي ساهم في الهدف الثالث في شباك اهلي جده بشكل كان مميز جدا. والحقيقه عمار هو من مواليد 2005، ودايما احنا بنقول على نادي الزمالك ان هو بيطلع يعني قطاع الناشئين عنده ده هو كنز، وبيطلع منه ناس الحقيقه احنا بنشوف يعني مهارتهم وبنشوف ادائهم عامل ازاي. وقطاع الناشئين دايما داخل نادي الزمالك كده، دايما بنشوف منه ده، وشفناه بعد تحرك برده ولا اروع على العارضه القريبه، وتنفيذ كان مميز جدا وهدف جميل جدا انهى بيه الزمالك مشاركه مفيده ومميزه وتستحق الثناء لكل اللي ساهم فيها، بدءا من مجلس الاداره اللي حضر طبعا للفريق معسكر مفيد جدا جدا، وحضر له يعني معسكر كان هو في حاجه ليه، وكان خاض خلاله تجارب مميزه جدا واحتكاكات مختلفه سواء في ابو ظبي او في دبي بصرف النظر عن النتيجه. ولكن يعني احنا بنتمنى لهم كل التوفيق، وان شاء الله دي تكون خير يعني افاده للفتره اللي جايه، ونشوف الزمالك في مكان تاني خالص. عندنا لسه الدوري والكونفدراليه، ان شاء الله نشوف فيهم اداء مميز، ونشوف فيهم الفريق وهو مستعد بالشكل السليم وبالشكل الكامل ان شاء الله، علشان احنا لسه عندنا بطولات مهمه قوي. ولكن احنا واثقين في اداء فريقنا، وعارفين ان شاء الله ان هم راجعين من البطوله دي
عندهم دفعة معنوية قوية وعندهم أداء أحسن بكثير، وعرفوا سلبياتهم فين ومشاكلهم فين، وإن شاء الله يكونوا عالجوها. النهاردة بقى في فقرة سهم وقوس هيكون في ضيافتنا المحلل الرياضي المميز وليد رشاد، وكلام هيكون كروي يعني أكيد مهم جدا عن منتخب مصر وبطولة الأمم الإفريقية وأكيد عن نادي الزمالك، فانتظرونا في الثلث الأخير من الحلقة، كلام هيكون مهم جدا. دلوقتي بقى خلونا نستعرض معاكم كل الجديد على الساحة الرياضية في فقرة اقرا الخبر. نبدأ فقرتنا اقرا الخبر. وقام وفد من مجلس إدارة نادي الزمالك بتقديم واجب العزاء في الراحل العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي اللي أقيم امبارح الاثنين بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس. وتكون الوفد من الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة، والكابتن هشام نصر نائب الرئيس، والكابتن أحمد سليمان ونيرة الأحمر ورام ينصوحي أعضاء مجلس الإدارة. وفي نفس الوقت حرص الدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس إدارة نادي الزمالك وأحمد سالم المتحدث الرسمي لمجلس الإدارة على تقديم واجب العزاء. وتوفي السيد العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي وزير الرياضة السابق يوم الجمعة الماضي بعد تاريخ حافل من العمل في المجالات الإدارية والرياضية. ربنا يا رب يرحمه ويصبر أهله أكيد. نروح بقى الأخبار فريقنا. ووصلت امبارح بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القاهرة قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة بعد انتهاء معسكر فريقنا والمشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كاس دبي للتحدي. وتوج الفريق ببطولة كاس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي بنتيجة 3-1 في نهائي البطولة. 3-0 في نهائي البطولة. طبعا الزمالك شارك من قبل كده في دورة الوحدة الودية اللي أقيمت بأبو ظبي قبل المشاركة في دوري دبي للتحدي اللي توج بلقبها. كمان قرر الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام بعد العودة إلى القاهرة بعد المشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كاس دبي للتحدي. وبيستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت اللي جاي على ملعب النادي استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز. طبعا فترة الراحة دي هتكون مهمة جدا علشان اللعيبة يلتقطوا أنفسهم ويكونوا في أفضل جاهزية للفترة اللي جاية. محمود حمدي الونش مدافع الفريق هيخضع لفحوصات طبية جديدة خلال الوقت اللي جاي للإطمئنان على إصابته تحت طبعا إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة. طبعا الونش اتعرض لكدمة في الركبة خلال مباراة أهلي جدة بكاس دبي للتحدي وخضع لفحوصات مبدئية وظهرت عدم وجود أي إصابات خطيرة، ولكن سيخضع لمزيد من الفحوصات في الساعات المقبلة للإطمئنان عليه وعلى الإصابة. كمان قام الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بإجراء اتصال بأحمد فتوح الظهير الأيسر لفريقنا من أجل طبعا الاطمئنان عليه بعد تعرضه للإصابة مع منتخب مصر في مباراة الكونغو الديمقراطية الأخيرة ببطولة كاس الأمم الإفريقية. وتواصل الجهاز الطبي مع فتوح من أجل الاستفسار عن حجم الإصابة اللي هو اتعرض ليها في العضلة الخلفية اللي كانت سبب في استبداله قبل بداية الشوط الثاني من اللقاء. ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية علشان يعني يطمنوا أكيد على صحته، وفحوصات طبية جديدة في التدريبات وتحديدا طبعا البرنامج التأهيلي ليه لتجهيزه بالشكل الأمثل. ونروح لخبر بقى مهم جدا وخاض بتدعيمات يعني الفريق في الفترة الشتوية الحالية، وحسم مجلس إدارة نادي الزمالك برنامج الكابتن حسين لبيب ما يريده من ملف الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري بضم أكتر من لاعب بشكل نهائي للفريق. وشهدت الفترة اللي فاتت تفاوض الزمالك مع الصفقات اللي محتاجها فريقنا في بعض المراكز وفقا للاحتياجات، وسيتم الإعلان خلال الساعات القادمة قبل غلق باب القيد عن الصفقات اللي تم حسمها يعني بشكل رسمي. ورفض مجلس إدارة نادي الزمالك الدخول في مزايدة مالية على بعض الصفقات في ظل طبعا وضع سقف مالي محدد بجانب رفض استغلال النادي في أي صفقة.
كمان بتضع إدارة نادي الزمالك استراتيجية خاصة في الصفقات بحسم بعض الأسماء لسد بعض ثغرات طبعا الفريق على أن تكون مرحلة أولى من البناء، والدعم طبعا الأكبر سيكون في بداية الموسم الجديد. كمان معانا خبر تاني مهم جدا، وعرفنا في نهارك ابيض ان اداره الزمالك استقرت على عقد جلسه مع محمد عواد حارس المرمى خلال الفتره المقبله من اجل حسم ملف تجديد عقده مع النادي واللي بينتهي بنهايه الموسم الجاري. كمان في نادي الصدد في نفس الصدد بان الزمالك برضو من المنتظر ان هو يناقش مصير محمد صبحي حارس مرمى الفريق وتجديد عقده هو كمان اللي هينتهي بنهايه الموسم، على ان تكون هناك جلسة تفاوضية لحسم الأمر. وعايزين برضو نؤكد على حاجة مهمة قوي، إن الثنائي رحب بتجديد تعاقدهم وتم الاتفاق معاهم بشكل مبدئي، وده أكده كابتن أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الفريق أو على فريق الكرة في الأيام اللي فاتت. كمان عايزين نوضح إنه تم الاستقرار على صرف النظر عن التعاقد مع حارس جديد بعد الاستقرار على تجديد عقد الثنائي والتمسك بيهم. ونختم بقى الأخبار بخبر حلو، وهو رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إيقاف القيد عن الزمالك رسميا، وده بعد أن تم حذف اسم الزمالك من قائمة الأندية المصرية الموقع عليها عقوبات إيقاف القيد. طبعا تسببت أزمة إيقاف القيد في حرمان الزمالك من إبرام أي صفقة خلال الفترة الماضية، إلا أنه بعد رفع اسم الزمالك أصبح من حقه ضم لاعبين خلال الميركاتو الشتوي الجاري، ويقوم الاتحاد الدولي بتحديث البوابة الخاصة بقضايا الأندية يوم الاثنين من كل أسبوع، واللي شهدت امبارح حذف اسم نادي الزمالك من قائمة الأندية المصرية الموقع عليها عقوبات بإيقاف القيد. طبعا معانا دلوقتي اهو على الشاشة وباين الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي ده. بعد ما خلصنا اخبارنا في نهارك زملكاوي، تعالوا دلوقتي نروح نشوف يعني نبدأ معاكم كده جولتنا العالمية في فقرة نهارك عالمي. حقق منتخب كاب فيردي الفوز على نظيره منتخب موريتانيا بهدف دون رد في إطار منافسات الدور ال 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بكوت ديفوار في 2023، وتمكن كاب فيردي من خطف هدف الفوز في الدقيقة 89 من ركلة جزاء سجلها ريان مينديز ليتأهل رسميا لربع نهائي كأس الأمم الإفريقية. ومكملين مع مباريات دور ال 16 مع واحدة من أكبر مفاجآت البطولة، وهي خروج السنغال حامل اللقب من البطولة مبكرا جدا بعد الخسارة من المستضيف كوت ديفوار، ونجح منتخب كوت ديفوار في التغلب على السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد ما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 1-1. تقدم منتخب السنغال في الشوط الأول أو في الشوط الأول من اللقاء مع الدقيقة الرابعة عن طريق حبيب ديالو من رمي التماس وصلت لماني وسط ثلاثي إفواري، لكنه مر وأرسل عرضية سددها ديالو في المرمى لتتقدم الأسود. ورغم أن التقدم السنغالي استمر طوال أحداث اللقاء وخلاص المباراة كانت بتقترب من النهاية لصالح طبعا الضيوف، حصل المنتخب الإفواري على ركلة جزاء ترجمها فرانك كيسي في الدقيقة 87 بهدف التعادل، لينتهي طبعا الوقت الأصلي بالتعادل، ولجأ المنتخبين للأشواط الإضافية واللي لم تشهد تغيير في النتيجة اللي طبعا وصلت لركلات الترجيح اللي انتهت بفوز كوت ديفوار بنتيجة 5-4، وهذه النتيجة تأهل منتخب ساحل العاج لدور ربع النهائي منتظرا الفائز من مواجهة مالي وبوركينا فاسو واللي هتقام مساء اليوم الثلاث في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. ومكملين مع مباريات اليوم، حيث يلتقي منتخب مالي مع بوركينا فاسو في الدور ال 16 لأمم افريقيا، وهيواجه منتخب المغرب نظيره جنوب افريقيا. كمان اكد البلجيكي هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب افريقيا ان دي هي النسخه من كاس الامم الافريقيه مليانه بالمفاجآت زي ما احنا بنقول، وان منتخب الاولاد فاز على المغرب قبل عام وبيستطيع القيام بذلك مره اخرى. واضاف كمان قائلا نحن نثق في انفسنا ونؤمن بما يمكننا القيام به،
كل شيء ممكن أن يحدث في تلك البطولة، نريد أن نكون أصحاب المفاجآت في تلك النسخة من أمم إفريقيا. واختتم حديثه قائلا: أعتقد أنه من المفترض أن نبدأ مواجهتنا ضد المغرب بنفس الحالة الذهنية التي كنا عليها من قبل، أريد أن يكون اللاعبون لدينا على مستوى كبير من اليقظة والمهارات الفنية. ونروح بقى لمنتخب المغرب، وأبدى وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي حزنه بعد خروج منتخب مصر الوطني من دور 16 بالهزيمة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في كأس الأمم 2023. وقال الركراكي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء جنوب افريقيا اليوم في الدور ال 16: اذا اردت التاهل لربع النهائي عليك تجاوز خصمك المقبل، فالمواجهه لن تكون سهله. وكمان اضاف: لابد ان نتحلى بالتواضع، واعتقد اننا على طريق الصواب، نحن ناتي لخوض هذه المنافسات بهدف الفوز والتتويج بها. وتطرق للحديث عن خروج مصر من دور ال 16 وقائلا طبعا: اقصاء مصر ليس شيئا يهمني، بالتاكيد نشعر بالحزن بسبب خروجهم لانهم في نهايه المطاف هم اخواننا، ما يهمني هو المغرب، وشخصيا لا نفكر في تلك القضيه المتعلقه باللعب من اجل الرايه او من اجل رايه العرب، نحن نلعب من اجل المغرب. واختتم كمان كلامه وقال: نحن في مسابقة إفريقية، لا يجب أن تكون هناك ضجة، الحقيقة هي أن الأمور معقدة لمنتخبات شمال إفريقيا وباستثناء نحن وموريتانيا، فالجميع تم إقصاؤه مبكرا، ما نريده هو القيام بعملنا بأفضل طريقة وعدم الاختباء وراء الأعذار، نحن في مهمة ولا نركز سوى على مشوار. دور المجموعات الآن التركيز كله على المقابلة اللي جاية ديال غدا إن شاء الله. الدراري حنا واعين بالمسؤوليه اللي علينا، كنتمنوا ان شاء الله نكون عند حسن الظن الجمهور المغربي ونحقوا التاهل ان شاء الله مجموعين. واخيرا اعلن الاتحاد الكونغولي لكره القدم تصعيد قضيه مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي بالتوجيه الى المحكمه الرياضيه الدوليه كاس، اعتراضا على الغاء العقوبه الموقعه على المدير الفني لاسود الاطلس. وكان كاف قد عاقب الركراكي يوم الاربعاء الماضي بايقافه 4 مباريات بينها مباريتين مع ايقاف التنفيذ، الى جانب طبعا فرض غرامه ماليه على مدرب منتخب اسود الاطلس بلغت 5000 دولار. جاء ذلك على خلفية دخول الركراكي في مشادة مع قائد منتخب الكونغو الديمقراطية سانشيل مابيمبا على مباراتهما بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا والمقامة في كوتيفوار، واللي انتهت بالتعادل بنتيجة 1-1. ولكن الاتحاد المغربي قدم استئناف على العقوبة وألغت لجنة الاستئناف بعدها قرار لجنة الانضباط وأسقطت كافة العقوبات المرتقبة على الركراكي. On veut nos meilleurs joueurs sur le terrain et qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Et je pense que ce serait manquer de respect à l'Afrique du Sud et au football que de dire qu'on peut se passer de Hakim Ziyech. بعد ما خلصنا أخبارنا العالمية وأخبار كمان كأس الأمم الأفريقية، خلونا دلوقتي نروح نشوف لقطة اليوم ونرجع مرة تانية. يعني طبعا عشق الاطفال لشيكابالا لا يتوقف، ودي الحقيقه احنا لقطات بنشوفها كتير قوي بالذات مع شيكابالا، وبنشوف حب الاطفال وحب الناس كلها لشيكابالا، والحقيقه هو يستحق الحب ده ويستحق ان الناس تكون يعني بيحبوه بالمنظر ده، لان الحقيقه يعني شيكابالا قدم كتير قوي قوي لنادي الزمالك وهو الحقيقه اسطوره لن تتكرر. تعالوا بقى دلوقتي نروح نظبط ساعتنا ونتعرف على ابرز مباريات النهارده في كل الملاعب ونرجع لكم مره ثانيه. أهلا بيكم من جديد، وصلنا لفقرة نبض 100 عقبة. تعالوا دلوقتي كده نروح لبث مباشر من داخل نادي الزمالك علشان نتعرف طبعا على أبرز أو على الجديد داخل مدرسة الفن والهندسة. يا علا برحب بيكي، وماذا لديك اليوم؟ صباح الفل عليكي زميلتنا العزيزة نادين تيسير، وصباح الفل على جماهير نادي الزمالك ومشاهدين قناة نادي الزمالك في كل مكان.
يعني ايام قليله كده، والناس اللي حابه انها تتفرج طبعا على المتعه الكرويه والهندسه. عوده الدوري خلاص ما بقتش بعيده، ناس الزمالك دايما بيوحشنا وكمان كان وحشنا، لكن المباراه الاخيره طبعا مع اهل جده والمتعه الكرويه والجوده الكرويه اللي شفناها والهندسه وشيكابالا والناس اللي بتلعب بروح حلوه قبل ما بتلعب بفنيات بتوحشنا قوي 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 لما بتغيب علينا. خلينا طبعا نتكلم بشكل بقى فني مع كابتن عادل دسوقي عن فتره الاعداد اللي شفناها في الامارات والمباراه الهامه اهلي جده وطبعا مباراه الرجاء والشكل الفني اللي احنا شفناه وازاي استفدنا من الفتره دي وازاي الفوز المعنوي ده اثر كمان على اللاعبين. الاول برحب بك يا كابتن. اهلا وسهلا، صباح الخير عليك يا علا، صباح الخير يا نادين، صباح الخير على كل جماهير نادي الزمالك الحبيبه في كل مكان. يسعدني دائما تواجدي معكم في قناه نادي الزمالك، قناه القناه الحبيبه، القناه المميزه اللي بتقدم كل شيء جميل لنادي الزمالك والكره المصريه. طبعا بهني فريق نادي الزمالك على حصوله على كاس دبي للتحدي، بطوله جميله جدا جدا، وطبعا احنا استفدنا كتير. انا بعتبرها فتره اعداد ممتازه لبدايه الدوري العام مره ثانيه. نادي الزمالك حقق اهدافه من الاشتراك في البطوله دي وكان على مستوى المسؤوليه. كون الزمالك يطلع بطل كاس دبي للتحدي، بيلعب انديه كبيره، بيلعب الرجاء المغربي، عارفين كل الرجاء المغربي لا يقل عن الزمالك والاهلي في مصر وقيمته في المغرب، بيفوز في النهايه على النادي الاهلي السعودي، عارفين يعني الاهلي السعودي، عارفين الاهلي السعودي زي النصر السعودي، زي الهلال السعودي، زي الاتحاد السعودي، اكبر انديه في السعوديه الاربع انديه اللي قلت عليهم دول غيره. فطبعا انتصار الزمالك على الاهلي السعودي، الاهلي السعودي يعني امين دابو، يعني محمد عبد الجواد، يعني نادي قيم وكبير وعلى مستوى عالي، الى جانب ان نادي الاهلي السعودي بيمتلك لاعبيه اجانب على المستوى، كفايه وجود فيرمينيو طبعا انت فاهم. فده مؤشر جميل جدا ومؤشر يدل على ان نادي الزمالك استفاد وقدر يتدرج من 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 السهل للصعب، قدر يرتقي بالفريق الى مستوى عالي وجاهزيته لبدايه الدوري. وفي لاعبين كبير طبعا استفاد، يعني عوده الونش دي كان طبعا ده شيء اسلك صدورنا، كلنا عارفين قيمه الونش كنجم دفاع خط الدفاع بنعاني من فتره طويله. ان شاء الله يكون حجر زاويه جديد، بدايه جديده ان شاء الله لنادي الزمالك في انطلاقاته. فالحمد لله انا بعتبر ان بطوله دبي دي هي بدايه الانطلاقات، بدايه الانجازات لنادي الزمالك. بحيي اللاعبين كلهم على الروح العاليه اللي بدوها، هي دي روح نادي الزمالك. بحيي الرمز الكبير الكابتن شيكابالا اللي قدر يحتوي اللاعبين وقدر يحتوي المجموعه. كابتن عادل، يمكن نتكلم معاك نقول دايما ان لما الزمالك بيلعب بره، بيلعب لعب قبل كده طبعا في بطولات افريقيا، دايما بيبقى فيه يمكن شكل جبان يعني احلى من الدوري. بنشوف بيكسب فرق بتبقى صعبه، النصر مثلا تعادل مع النصر يعني بالعاب، وانت عارف حضرتك التدعيمات القويه اللي دعمها النصر، لكن هو بيخرج بره بيلعب في اي بطوله بره، لا بيشرف اسم مصر وبيبقى رقم واحد، وبنشوف اداء غير متوقع من نادي الزمالك دايما باستمرار على مدار، مش بنتكلم على الفتره دي كمان، لا على مدار التاريخ دايما مشرفنا في كل البطولات الخارجيه، حتى يعني غير المحليه، لا البطولات الخارجيه، لا الزمالك دايما بيبقى رقم واحد. انا حضرتك انا قعدت 20 سنه في دبي، قعدت في نادي اهلي دبي 13 سنه، يعني عارف يعني ايه هناك الامارات والشعب الاماراتي عارف يعني ايه قيمه نادي الزمالك، وعارف قوه نادي الزمالك وعارف شهره نادي الزمالك. فدعوه ما بتيجي هم عارفين هم بيدعوا مين. نادي الزمالك من اكبر شعبيه موجوده في الخليج وخصوصا في الامارات او في السعوديه، يعني فنادي الزمالك لما بيروح في البطولات دي حاسس بمدى قيمته وبيكون على قد المسؤوليه وبيحترم اسمه وبيحترم شعبيته. فلازم بيكون دايما نادي الزمالك على المسؤوليه المصريه، فبتبقى تحت ضغط ان بترفع اسم مصر، مش اسم نادي الزمالك بس، ترفع اسم الكره المصريه وكره نادي الزمالك. فشيء طبيعي بيبقى عندك احساس بالمسؤوليه. فانا بقول لك برجع تاني اشكر اللاعبين على احتوائهم، على قدرتهم ان هم عاشوا في الدوره دي بكل انتماء وكل اخلاص وكل روح. وبرجع اقول لك تاني، شيكابالا كان رمز من رموز نادي الزمالك الجميله الحبيبه،
اللي بتدي ثقه للاعبين اللي حواليه. اوباما بقى يا كابتن، كلمنا عن اوباما. عوده اوباما صلاح، اوباما من اللاعبين الهدافين نادي الزمالك يعني بصراحه، كان لا دايما يبقى عنده الحلول. يعني دايما احنا بندور على اللاعب اللي في الملعب بيكون محطه او عنده حلول لانهاء الهجمات او يكون سبورت للاعبين. فطبعا عوده شيكابالا واوباما واللاعب الشباب الجديد ياسر وعمار ياسر يعني، فانا معجب قوي ان نضم لمجموعه الشباب الصغيرين مع مجموعه اللاعبين الخبره عشان نقدر نمزج الفريق مع بعض. كنت اكلمك عن الموضوع بما ان احنا في قطاع الناشئين، ودايما قطاع الناشئين نادي الزمالك يعني حدث ولا حرج بقى، يعني ذخيره رهيبه من المواهب العديده، وشغلك وشغل الكباتن كتير باين داخل قطاع الناشئين. كلمنا عن ازاي بقى الانسجام ما بين زي ما قلنا كده عمار يمكن كتب شهاده، يعني ابتدى يعني يعمل سطر كده ويقول انا موجود. فكلمنا عن ازاي نقدر نستفيد كمان بالقدرات دي. نادي الزمالك من اكبر الانديه المصريه، بيكون عنده قاعده شبابيه وقاعده ناشئين ومدارس كوره على اعلى مستوى، ومعاهم يعني مدربين على مستوى عالي، ومعاهم يعني في كل فرق في الفئات السنيه المرحليه دي عندنا لاعبين مميزين. فاحنا لازم المفروض دايما يكون اللاعبين اللي عندنا المميزين اللي احنا بنتعب عليهم دول يكونوا دايما قريبين من الفريق الاول عشان يدعموا الفريق الاول ويكتسبوا الخبرات. ما فيش لعيب ينزل كده على طول نجم، لازم يكتسب الخبرات من اللعيبه في الهم. فاحنا الحمد لله ماشيين في سياسه دعم سبورت ودعم للفريق الاول بلاعبينا وناشئينا، وان شاء الله الفترات اللي جايه هتشوفي لاعبين اكتر واكتر واكتر، واكون على حسن المستوى، لان نادي الزمالك مش هيكبر الا بولاده اللي بيحملوا شعار نادي الزمالك. اي ازمه لا قدر الله بتحصل نادي الزمالك، لا احنا موجودين. وده حصل قبل كده في 2002 وقبليها يمكن شالوا نادي الزمالك فترات طويله قطاع الناشئين. بقول لك هو شعار نادي الزمالك الولد لما بيطلع من هو عنده 7 سنين لغايه ما يوصل الفريق الاول بيحمل شعار، عارف يعني ايه مثل نادي الزمالك، عارف يعني ايه حب الزمالك، عارف يعني ايه الانتماء، عارف يعني ايه الكفاح والتصميم رفع اسم نادي الزمالك. فانا ما براهن دايما على القاعده بتاعتنا، قاعده ناشئين نادي الزمالك وشباب نادي الزمالك اللي احنا بقالنا سنين بنشتغل عليهم. ودايما نادي الزمالك بينجب رموز، يعني من الزمالك حسن شحاته، الزمالك فاروق جعفر، الزمالك شيكابالا، الزمالك اشرف قاسمي، الزمالك عبد الرحيم علي، عبد الحليم علي. الزمالك يعني ولاد، الزمالك ولاد. فدايما دايما الزمالك عمره ما هينضب، ودايما يكون ولاده هم اللي ولاد الزمالك هم اللي هيشيلوا المسؤوليه، هم اللي يتحملوا الضغط اللي عليهم، هم يرتقوا بنادي الزمالك. فالحمد لله. انا هختم معاك بالكلام الجميل ده ورموز نادي الزمالك والاسامي اللي قلتها دي، اسامي كبيره ومهمه، وكل التحيه ليهم طبعا. وبشكرك جدا على اليوم النهارده وعلى كل الكلام الحلو اللي على نادي الزمالك طبعا، اللي هو يعني عندنا اكتر واكتر، لكن دايما نهارك ابيض يا كابتن. لا الحبيب الحمد لله، نادي الزمالك ماشي في الطريق الصحيح وكيرف عالي عنده، والحمد لله. شفتي عملت ان شاء الله اللعيبه يعني فكنا القيد اللي كان على التسجيلات، واحنا ماشيين في الطريق الصح والكيرف بتاعنا بيعلى، وان شاء الله الفترات اللي جايه تكون فوز وانتصارات لاسم نادي الزمالك. اشكرك جدا يا كابتن، نهارك ابيض. اشكرك جدا يا نادين، ده كان لقائنا طبعا. وزي ما قلنا كده بنحب نختم الكام اسم كده، كابتن عبد الحليم عامل، كابتن فاروق جعفر، كلهم اسماء مهمه جدا داخل نادي الزمالك، صنعوا التاريخ فاحبهم الجمهور فعاشوا في النفوس. شكرا جدا زميلتي العزيزه نادين تيسير، وبالتاكيد عوده ليكي مره اخرى. بشكرك شكرا جزيلا زميلتي العزيزه المتالقه علا القائد، والشكر اكيد موصول لكابتن عادل دسوقي. خلونا بقى دلوقتي نروح لاخبار نبض 100 عقبه. وفاز الفريق الاول لكره السله بنادي الزمالك على نظيره هليوبلس بنتيجه 70-54 في المباراه اللي اقيمت بينهما امبارح الاثنين على صاله محمد حسن حلمي بالقلعه البيضاء بنادي الزمالك، وده كان ضمن الجوله الخامسه من مباريات دوري السوبر. وجاءت نتيجه الفترات كالتالي 16-14 37-30 54-38 70-54. ومن المقرر ان يواجه الزمالك يوم الخميس المقبل نظيره المصريه للاتصالات على صاله الاخير ضمن مباريات الجوله السادسه لبطوله دوري السوبر. ويقود الجهاز الفني لسله الزمالك وائل بدر مديرا فنيا، ومحمد السحارتي مدربا، وطارق كامب مدرب عام. ودلوقتي يلا بينا بقى نروح على مدرجكم الافتراضي الشارع الابيض.
اهلا بيكم في الشارع الابيض. لسه مكملين في افكارنا اللي بتعتمد على تفاعل جمهورنا الابيض، والمره دي مع تحدي جديد مع جمهورنا بنعتمد فيه على الذاكره. ونزلنا كده سالنا جمهورنا في الشارع الابيض تقدروا تقولوا كم اسم للاعب لعبه في الزمالك والاسماعيلي في 15 ثانيه. تعالوا كده نروح نشوف التقرير ده ونرجع مره ثانيه. لو قلنا مهارات ولعب وهندسه وكمان برازيل هنقول الزمالك وهنقول اسماعيلي. نزلنا بقى نسال جمهورنا في الشارع، نزلنا نسالهم مين هم اللعيبه اللي لعبوا الزمالك ولعبوا الاسماعيلي. يلا بينا. 10 ثواني معاك. لعيبه لعبت للزمالك ولعبت للاسماعيلي. عبد الحميد بسيوني، شيكابالا، احمد مدبول. ماشي، شيكابالا وبسيوني و دول بس، وكمان لاعبين شيكابالا، رضا سيكا، عصام الحضري، بس. زملكاوي بقالك قد ايه؟ من ساعة ما اتولدت كلنا كده. بنحب الزمالك، في الزمالك، بنموت في الزمالك. قولي بقى لعيبة لعبوا للزمالك وابن عمنا بقى الاسماعيلي. شيكابالا ورضا سيكا ومين تاني يا محمد يا فتحي؟ اللهم صل على محمد. يلا قول. ها؟ فكر معايا. رضا سيكا وشيكابالا و ها؟ والحضري. يلا 10 ثواني معاك تقول لي فيهم لعيبه لعبوا للزمالك والاسماعيلي. رضا سيكا، عبد الحميد بسيوني، سام الحضري، شيكابالا. تعالوا دلوقتي بقى نروح لموضوع حلقتنا في نهارك ابيض، واللي كان بيتكلم عن مكاسب معسكر نادي الزمالك بالامارات في فتره التوقف الدولي. تعالوا كده نروح نشوف جمهورنا على السوشيال ميديا قال ايه، ونبدا من عند خالد احمد. صباح الخير عليك يا خالد. بيقول اهم مكاسب نادي الزمالك من معسكر الامارات هي عوده الونش وتجهيز جميع اللاعبين بدنيا وفنيا والوقوف على مستوى جميع اللاعبين ومشاركتهم في المباريات لخلق التجانس بين جميع اللاعبين وحفظ خطط اللعب، وكل الدعم والتوفيق ان شاء الله لنادي الزمالك. تحياتي ليكي والفريق العمل، بشكرك جدا يا خالد. يوسف احمد، صباح الخير عليك. بالنسبه لمكاسب معسكر الزمالك، عوده الونش وظهور سامسون وناشئين الزمالك واللعيبه رجعت الثقه للجمهور. تحياتي ليكي يا نادين والفريق العمل، زملكاوي وافتخر. بشكرك جدا يا يوسف. كيرولوس ناصر، صباح الخير عليك. بيقول زمالك مكاسب الزمالك كتير من معسكر الامارات، بكل تاكيد عوده افضل مدافع في افريقيا محمود الونش، وايضا عوده مصطفى شلبي وتجربه جميع اللاعبين وظهور ناشئين مميزين زي محمد السيد وعمار ياسر، وبالتوفيق وكل الدعم لنادينا الملكي. وتحياتي ليكي والفريق العمل، بشكرك جدا جدا. عبد الحفيظ، صباح الخير عليك. بيقول اهم من المكاسب رجوع المصابين والاطمئنان على مستواهم، خاصه الونش ومصطفى شلبي، وظهور بعض الشباب بمستوى عالي ورجوع الثقه للفريق بعد الاداء الرائع امام الرجاء المغربي واهلي جده السعودي. كل التوفيق لنادي الزمالك، ان شاء الله زملكاوي لاخر العمر. محمد وحيد، صباح الخير عليك. اول حاجه خير او ناش الارض وبعدين باقي الفريق. طبعا ابيض، صباح ابيض بخطين حمر، بشكرك جدا جدا. يعني اكيد بنشكر كل جمهورنا على السوشيال ميديا على الكومنتس دي، ولكن دلوقتي بقى خلونا نطلع لفاصل سريع ونرجع لكم بعديه في فقره سهم وقوس اللي هيكون منورنا فيها النهارده محللنا الرياضي المميز وليد رشاد في حوار مميز جدا في فقره سهم وقوس بعد الفاصل. استنونا. اهلا بيكم من جديد في فقره سهم وقوس، ولسه مكملين في تغطيه كاس الامم الافريقيه رغم الخروج الحزين اكيد للمنتخب الوطني، ولكن برضو فريقنا اختتم معسكره في الامارات بشكل جيد جدا والتتويج بلقب كاس دبي للتحدي. وعلشان نتكلم اكتر عن كاس الامم وعن كمان فريقنا طبعا نادي الزمالك، هيكون منورنا المحلل الرياضي المميز اكيد وليد رشاد. برحب بيك ومبسوطه ان انت معايا النهارده. اهلا بيك يا نادين، واهلا بمشاهدي قناه الزمالك. ببقى سعيد بوجودي في قناه الزمالك وسعيد بوجودي معاكي. بشكرك جدا. يعني اكيد هنتكلم عن كاس الامم الافريقيه وعن استكمالنا او الاستكمال في الدور
ال 16 وعندنا مباراة كاب فيردي وموريتانيا. شفت ازاي يعني فوز كاب فيردي في الدقائق الأخيرة بركلة جزاء، وشفت ازاي المباراة بشكل عام، المواجهة كانت عاملة ازاي؟ طبعا كاب فيردي من الدور الاول كانت بالنسبه لنا يعني اداء مشرف ومفاجئ لينا كمحللين، ان كنا متوقعين ان المجموعه دي مصر وغانا مع كاب فيردي، فكنا متخيلين ان كاب فيردي اقصى طموحهم ان هم يوصلوا مركز ثالث، لكن فاجئوا الجميع وتصدروا المجموعه من الجوله الثانيه ووصلوا من اوائل الناس اللي وصلت للدور الثاني. حسموا تاهلهم، لعبوا مباراه مصر اصلا ببدلاء، فيعني فريق فاجئ الجميع. فهو فريق منظم وفريق مختلف عن النسخ السابقه حتى من الكاب فيردي. عندهم لعيبه مميزه، عندهم لعيبه بتشوط من اتجاهات بعيده، عندهم تنظيم في المباراه اللي لعبوها مع مصر بان عليهم قوي التنظيم، حتى رغم ان هم كانوا بيلعبوا بالصف الثاني او بعض البدلاء. مدرب بوابيستا المدرب الوطني بتاعهم واضح انه منسجم مع اللعيبه ومنسجم مع الفريق، فريق معظمه محترفين يعني القايمه كلها تقريبا محترفين باستثناء ستوبيرا المدافع في الدوري المحلي. صحيح هم مش محترفين في انديه كبيره، ولكن في حاجه ظاهره اثبتتها البطوله دي ان اللاعبين الموجودين في المنتخبات اللي هي مش معروفه قوي احيانا بيبقوا محترفين في دوريات صغيره، ولكن هم متاسسين في الدول الاوروبيه. يعني هو بادئ حياته، مش بادئ حياته في دوري محلي وطلع على درجه ثانيه في اوروبا او كده، لا ده هو بادئ حياته اصلا في اوروبا، فدي فرقه معاه قوي. التاسيس بيفرق قوي مع اللاعب، واضح جدا في البطوله فرق التاسيس. يعني بنشوف الفرق المعتمده على اللاعبين المحليين والفرق المعتمده على اللاعبين المتاسسين في اوروبا، رغم ان هم في دوريات مش كبيره واسمائهم مش كبيره، ولكن التاسيس ده بيفرق جدا. فده ظهر في البطوله بشكل واضح. امبارح لعبوا مع موريتانيا فريق العربي المشرف اللي شرفنا في البطوله، اكيد وكان مستواه برده جيد جدا في البطوله. يعني برده المنتخب الموريتاني كان يعني مفاجاه مع امير عبده المدرب اللي تالق قبل كده مع جزر القمر. فالمنتخب الموريتاني كان ناس كتير كانت مستبعداه من حزبه المجموعه اللي كان فيها، لان كان معاه الجزائر وبوركينا فاسو وانجولا، ولكن المنتخب الموريتاني فاز على الفريق الجزائري اللي احنا كنا مرشحينه مربع ذهبي طبعا. وقدم مباراه امبارح حلوه قوي، لدرجه ان هم صمدوا لحد الدقائق الاخيره، ضيعوا فرصه قبل ضربه الجزاء اللي سجل منها المنتخب الراس الاخضر، ضيعوا فرصه خطيره جدا. فالمنتخب الموريتاني كان امبارح اداؤه كويس، وحتى ضربه الجزاء كانت بخطا من المدافع ولدي يوسف، فكانت مباراه حلوه، ولكن هي دي كرة القدم. دي حقيقة، ولكن كنت شايف ان موريتانيا ممكن كانت تستمر في المفاجآت، يعني كنت شايف ان هي كانت ممكن تكمل وممكن ان هي تتأهل، ولا انت كنت متوقع نتيجة المباراة كده؟ هو اللي حصل في الجولة دوري المجموعات في الجولتين الأخيرتين قلب معايير البطولة تماما، خلانا نشوف مواجهات صادمة بين قوى كبرى وبين قوى حاصلة على الألقاب. يعني مثلا نيجيريا بتلعب الكاميرون 8 ألقاب في الملعب، 5 للكاميرون و3 لنيجيريا. السنغال بتلعب كوت ديفوار 3 ألقاب في الملعب. مصر بتلعب الكونغو الديمقراطية 9 ألقاب في الملعب، 9 ألقاب تم الحصول عليها. والناحية الثانية بنلاقي مثلا أنجولا بتلعب ناميبيا، الفرقتين ما كانش حد يتوقع فضمن واحد منهم يوصل للدور ربع النهائي. فأحيانا مفاجآت الدور الأول رغم أنها بتبقى مثيرة وممتعة، أحيانا بتؤثر على جودة البطولة، لأن الفرق الكبيرة شفنا امبارح كوت ديفوار، الفرق الكبيرة بتعيد تشكيل نفسها في الأدوار الإقصائية. مزبوط. ممكن كوت ديفوار دي ما حدش كان يتخيل أبدا بعد الهزيمة 0-4 أمام غينيا الإستوائية، ما حدش كان يتخيل أبدا إن هم هيبقوا يظهروا بالأداء مبهر امبارح أمام السنغال الفريق القوي. السنغال فريق قوي على فكرة. هي بطولة مليانة بمفاجآت وعكس كل التوقعات، يعني أنت مستحيل تتوقع مباراة وتلاقي ان توقعك حصل في المباراه، يعني الحقيقه هي كلها مفاجاه. ما هو الموضوع صعب لان حصل صدمات زي ما بقول لك في اتجاه، يعني اللي هو الدور الربع النهائي في مربعات صعبه قوي في مربعات سهله قوي، اللي هي هتلاقي فرق يعني احنا مربعنا للاسف ودي اللي مزعله جماهيرنا ان مربعنا كان سهل جدا. طبعا مربعنا احنا كان معانا الكونغو الديمقراطيه ومعانا غينيا ومعانا غينيا الاستوائيه، مربع سهل جدا نوصل بيه للسيمي فاينال، ولكن يعني احنا يعني ربنا ادانا اكتر من فرصه وربنا ادانا اكتر من يعني الحظ كان او الظروف كانت خدمانا، ولكن لاعبتنا ما خدموش نفسهم. طبعا دي كانت مشكله من عندنا، ولكن انت يعني كنت او لو احنا هنتكلم برضو على السنغال زي ما احنا اتكلمنا كان شيء غريب او مش متوقع بالنسبه لنا ان السنغال تطلع، ولكن انت شفت ان الاستكبار او الثقه الزايده في الملعب بتؤدي دايما للخساره؟ هي هم حظهم برضه، هو السنغال طالع اول حاصل على 9 نقاط اللي هو فاز بالثلاث مباريات، ولكن حظه انه يصطدم بكوت ديفوار اللي هو منظم. احنا امبارح كنا بنشوفه حامل لقب بيواجه منظم في دور
الثمن النهائي اللي هو دور 16 مواجهه بدري قوي، فهم برضو يعني هم تعالوا على الكوره نسبيا بعد ما سجلوا الهدف طمنوا قوي للمباراه، ولكن برضو صدامهم كان قوي، كان ممكن يصطدموا فريق اسهل من كده بكتير، يصطدموا مثلا بناميبيا، يصطدموا في توالت كتير، لكن كوت ديفوار ثالث قوي جدا، وثالث هو اصلا اتحط في الثالث لظروف يعني خساره مفاجاه امام نيجيريا وماتش غينيا الاسواقيه كان في حاجه مش مظبوطه في الفريق مزبوط. حتى هم مشوا المدرب واعتمدوا على المدرب المساعد، فحظ السنغال امبارح ان هم اصطدموا بكوت ديفوار، لو ما كانوش الصدام ده كنا ممكن نشوف الاثنين في الدور الربع النهائي، هي دي الصدمات يعني مزبوط. مثلا النهارده برضو في صدام صعب بين المغرب وبين جنوب افريقيا، ممكن نشوف الاثنين في الدور ربع النهائي، ولكن هي بقى دي مشكله المفاجآت الدور الاول. دي حقيقه طبعا. طب لو هنستكمل برضو في الدور ال 16 عندنا برضو مواجهه قويه بين مالي وبوركينا فاسو، شايف المواجهه دي ممكن تمشي ازاي؟ مالي أدائها كان حلو في البطولة ويعني عملت مباراة حلوة قوي أمام جنوب إفريقيا، ولكن بوركينا فاسو إحنا اللي يهمنا بقى في بوركينا فاسو إن إحنا عايزين نتابعها، لأن إحنا خلاص يعني كان عندنا أمل في بطولة أفريقيا ولكن فقدنا الأمل، فأملنا بقى مش عايزين كمان بقى يعني نفرط في التساهل بقى في فرصنا ونضيع كمان فرصة سهلة قوي للوصول لكأس العالم 9 فرق، فهو المنافس المباشر لينا بوركينا فاسو، وغينيا بيساو شفناها أدائها متواضع، فأصبح المنافس المباشر لينا تقريبا هو بوركينا فاسو، واحنا محتاجين كمصريين نتابعها كويس قوي. برتراند تراوري واحد من اللاعبين المميزين قوي فبوركينا فاسو حاليا من نجوم فريق بوركينا فاسو، اسافو دويو المدافع اللي بيلعب في نهضه بركان، بلاك توري عندنا في الدوري المصري بيلعب في بيراميدز، عندهم لعيبه مميزه، هيواجهوا مالي زي ما قلنا فريق قوي، فهتبقى مواجهه تقريبا متكافئه، واعتقد هي دي احد المواجهات اللي هو يعني اللي هيوصل منهم ما حدش هيعتبر ان دي مفاجاه، لان الفرقتين ادوا اداء في الدور الاول كويس، والفرقتين اصلا محتشدين بالمحترفين، والفرقتين من الفرق القويه في افريقيا، ولكن مش من فرق الصف الاول يعني طبعاً. من فرق اللي هم اللي بتعمل اداء كويس بس ما بيوصلوش للبطولات. اقصى طموح بوركينا فاسو كان الوصول لمباراه النهائيه امام نيجيريا في بطوله 2013، دي اقصى حاجه، ومره سيمي فاينال لما كانت البطوله عندهم في بوركينا فاسو 98، فما بيوصلوش للتتويج يعني. مظبوط. ولكن توقعاتك ايه للمباراه دي، وكمان توقعاتك ايه للمباراه، احنا لسه متكلمين مع بعض انه المغرب وجنوب افريقيا هيلعبوا مع بعض، تتوقع ايه للمباراه دي، وتتوقع ايه كمان لمباراه مالي وبوركينا فاسو؟ مباراة المغرب وجنوب افريقيا تعتبر تكرار لمباراة الفريقين في بطولة 98، المباراة اللي تواجه فيها المغرب مع جنوب افريقيا خسر 2-1، المباراة دي كانت مفتاحنا احنا للوصول للبطولة ساعتها ايام كابتن جوهري الله يرحمه، فدي تكرار تاني للمواجهة اللي بينهم. المغرب حاليا يعني اسهمها اعلى، رابع العالم، عندهم فريق حلو ومشرف، عندهم مدرب وطني وليد الركراكي، مدرب كويس، مدرب متفاهم مع اللعيبه، عندهم نجوم في اكبر الانديه، حكيم زياش، اشرف حكيمي، ياسين بونو، رومان سايس، امين عدلي، حتى الناشئين اللي طالعين عبد الصمد الزلزولي برضو كلهم لو فريق الحقيقه قوي جدا، حاصلين على بطوله تحت 23 ووصلوا اولمبياد باريس، فهم الكره المغربيه بتعيش حاله من النشوه، اعتقد ان هم المنتخب المغربي، انا الاوان ان المنتخب المغربي يفوز ببطوله افريقيا، لان دايما السؤال المنتشر في الساحه الافريقيه وفي الساحه المغربيه بين المحللين، كيف لا تحصل المغرب على بطوله افريقيا رغم ادائها المشرف في كاس العالم؟ في كاس العالم الجيل الذهبي للمغرب سنه في الثمانينات لم يحصل على بطوله الامم الافريقيه رغم ان هم نظموها عندهم سنه 88، جيل عزيز بودربالا والحداوي والزاكي وكريمو، جيل كان عظيم، جيل برضه جيل التسعينات، جيل بصير صلاح الدين واحمد البهجه ونور الدين النيبت وسعيد شيبة ويوسف شبو، برضو ما حصلوش على بطولة أفريقيا، في سؤال هم إزاي بيأدوا هذا الأداء الرائع في كأس العالم، هم بيوصلوش لكأس الأمم وبيوصلوا لكأس العالم أكتر من مرة وما بيفوزوش ببطولة الأمم الأفريقية اللي هي المفروض إنها أسهل أكيد مستوى التنافس فيها من كأس العالم، ولكن هم عندهم مشكلة في التواجد داخل الدول الإفريقية، اللعيبة المغربيين ما بيتعودوش يعني أو مش متعودين على الأجواء الإفريقية خصوصا في أجواء غرب إفريقيا، وإحنا قلنا يمكن في الحلقة اللي فاتت لو تتذكري إن إحنا قلنا إن الجغرافيا بتلعب دور قوي في بطولة أفريقيا، فرق الشمال الإفريقي لا تجيد اللعب ولا تجيد الأداء في دول الغرب الافريقي باستثناء المنتخب المصري طبعا، حصل المره دي حاله استثنائيه، ولكن احنا الفريق الوحيد اللي فاز بالبطوله في بوركينا فاسو وفاز بالبطوله في غانا ووصل فاينل في الكاميرون البطوله اللي فاتت، الفرق العربيه كلها بقى مجتمعه
باستثناء مصر ما فيش غير الجزائر اللي وصلت فاينل سنه 80 في بطوله نيجيريا. فالفرق العربيه وده واضح، حتى شفنا ان الجزائر خرجت من الدور الاول رابع مجموعه مفاجاه. تونس طبعاً. تونس خرجت من الدور الاول رابع مجموعه. يعني احنا عندنا 24 فريق بيوصل منهم 16 خرج من 8 من الدور الاول منهم تونس والجزائر. حاجه مذهله. يعني حقيقي. تونس والجزائر اللي كنا بنرشحهم لادوار متقدمه خرجوا رابع، يعني حتى ما نفسوش على المراكز الثالثه. فده معناه ان الفرق العربيه ان في مشكله جغرافيه في ما بيعرفوا بيحصل مشكله. الوحيد حتى المنتخب اللي ادى اداء كويس هو منتخب الموريتاني، لان المنتخب الموريتاني رغم ان هو دوله عربيه ولكن اقرب للغرب الافريقي. مظبوط. لا فلعبته حتى يعني تكونه البدني اقرب للغرب الافريقي. فاعتقد ان ولكن يعني هل في الماتشين دول انت بتتوقع حدوث مفاجآت؟ هو الاصل زي ما قلنا مالي وبوركينا فاسو هم من ابرز منتخبات الصف الثاني في افريقيا، فاللي هيفوز منهم هيبقى الموضوع ما فيهوش مفاجاه. المغرب وجنوب افريقيا لقبين، لقب لجنوب افريقيا 96 ولقب للمغرب 76، ولكن لو فازت جنوب افريقيا ممكن نعتبرها شبه مفاجاه، لان المغرب ادائها حتى في الدور الاول كان كويس، وزي ما قلنا ادائها في كاس العالم رابع عالم وبلجيكا بقى والبرتغال واسبانيا. فيعني كل الناس، بالاضافه كمان ان في مشكله في منتخب جنوب افريقيا بيعتمد، يعني ممكن تكون ميزه ممكن تكون عيب، انه بيعتمد في قوامه على لاعبي ماميلودي سان داونز. مفيش محترفين كتير، حتى المحترف الوحيد اللي بيعتمدوا عليه قوي بيرستاو محترف داخل القاره الافريقيه، وزي ما قلنا مستوى المنافسه داخل القاره الافريقيه مختلف تماما عن اللعيبه اللي بتيجي من اوروبا، وده واضح تماما حتى في المنتخب المصري. يعني نشوف اللعيبه اللي سجلت اهداف في المنتخب المصري كلهم محترفين في الدوريات الاوروبيه. السبع اهداف اللي احنا سجلناهم في البطوله سجلهم مصطفى محمد، سجلهم تريزيجيه، سجلهم عمر مرموش، كلهم محمد صلاح، كلهم محترفين في الانديه الاوروبيه. بان قوي يعني علي معلول مثلا في المنتخب التونسي رغم انه متالق جدا، احد ابرز المدافعين ومدافع الايسر للنادي الاهلي وبطل افريقيا، ولكن لعب مباراه واحده مع المنتخب التونسي والمدرب استبعده بعد كده اصلا. فبان قوي الفرق. احنا عندنا مثلا محمد عبد المنعم ومحمد الشناوي متالقين جدا مع النادي الاهلي، لعيبه بيراميدز متالقين جدا في افريقيا، ولكن في البطوله في المنتخب ما كانوش برضه في افضل حالي. حتى امبارح يمكن برضه بعض الناس تتساءل سر تراجع السنغال البطوله دي عن البطوله اللي فاتت. معظم يعني ابرز لاعبي السنغال ادوارد ميندي وساديو ماني وكواليبالي وحبيب ديالو بيلعبوا في الدوري السعودي. حديه المنافسه في الدوري السعودي مختلفه عن حديه المنافسه طبعاً في الدوريات الاوروبيه، فممكن يكون برضو تراجع ادائهم حاجه بسيطه، دي فرقت معاهم امبارح امام كوت ديفوار. اكيد طبعا. طيب لو هنروح بقى لمباريات دور الثمانيه، عندنا غينيا والكونغو، تقييمك ايه للمباراه دي؟ الكونغو امامنا عملت مباراه حلوه قوي، يعني يعتبر من 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 الفرق المفاجاه لينا في البطوله. طبعا هم يعني هم كسبونا بضربات الترجيح يعني مش لكن هم برضو فريق او منتخب متواضع، يعني نقدر نقول عليه ما عندوش التاريخ الكبير او ما عندوش يعني نقدر نقول ان هو منتخب كويس عمل مباراه كويسه، ولكن هو متواضع في الاول وفي الاخر. هو حصل فجوه بين كونغو لما كانت تحت اسم زاير وفازت بالبطوله مرتين، وكانت من القوى الافريقيه الكبرى جدا، فازت بالبطوله 68 و74، هنا فازوا يعني فازوا على مصر في البطوله اللي كانت منظمها مصر سنه 74. نضاي احد ابرز الهدافين في البطوله، سجل 9 اهداف في بطوله واحده اللي هي بطوله 74. حصل فجوه بقى، تغير اسماء المنتخب وتراجع اداء المنتخب، ولكن التشكيله الحاليه للكونغو الديمقراطيه محترفين. عندهم ويصا الجناح الشمال ده لاعب كويس قوي. عندهم موتوساني اللي بيلعب مع فنانت مع مصطفى محمد، عندهم ايليا، عندهم لا عندهم لعيبه كويسه، ولكن ما هماش برضو يعني احنا دايما بنصنف القوى الافريقيه بين صف اول وصف ثاني، هم من مش من الصف الاول الصف الثاني. غينيا ودي اللي محزنانا شويه، ان غينيا كانت معانا في المجموعه في التصفيات وفزنا عليها ذهابا وايابا، فكان عندنا فرصه لو كنا تخطينا ضربات الترجيح كان هنلاعب فريق احنا اصلا تصدرنا مجموعتنا عليه في التصفيات، ولكن غينيا في البطوله مأديه اداء كويس. ابرز لاعبتها طبعا امادو ديوارا محترف اندرلخت، ده المعلم بتاعهم ده كده اسطى الفريق يعني. محمد بايو برضو المهاجم اللي سجل هدف الفوز على غينيا الاستوائيه، وكانت على فكره احد يعني الناس كانت متوقعه اكتر ان غينيا الاستوائيه تفوز على غينيا كوناكري، ولكن مباراه كانت صعبه، طرد واحد من غينيا الاستوائيه وفازت غينيا في اللحظات الاخيره بهدف محمد بايو. كمان نبي كايتا الجماهير المصريه تعرفه كويس، كان محترف في ليفربول مع محمد صلاح،
ففكره ان مباراه غينيا والكونجو اعتقد برضو اللي هيفوز فيهم ويوصل للسيمي فاينال مش هتكون مفاجاه، لان الفرقتين اصلا وصولهم للربع نهائي اعتقد يعني طموح كويس بالنسبه لهم يعني. دي حقيقه. طيب لو هنروح بقى لنيجيريا وانجولا، تقييمك ايه للمواجهه؟ المنتخب النيجيري قوي جدا البطوله دي، يعني المنتخب النيجيري رغم تعادله مع غينيا الاستوائيه اتخضينا قلنا المنتخب النيجيري متواضع، ولكن غينيا الاستوائيه اصلا طلع فريق قوي، والمنتخب النيجيري كمان ضيع فرص كتير قوي، بيعتمدوا على ثلاثي هجومي مرعب، اوسيمان افضل لاعب في القاره الافريقيه الاستفتاء الاخير، لوكمان لعيب قوي جدا، سيمون موسيس لعيبه يعني ليها اسم، رغم عن كمان ان غايب عليهم بونيفاس مهاجم باير ليفركوزن، فيعني تخيلي ان دول القوة الهجومية وفي واحد كمان مهاجم كبير مش موجود معاهم في البطولة. فالمنتخب النيجيري منتخب قوي، مباراته مع الكاميرون كشر عن انيابه زي ما بيقولوا، ودي بقى الفرق الكبيرة اللي احنا بنقول الفرق الكبيرة بتظهر في المراحل الاقصائية وفي المراحل الحرجة، بيبان عليهم بقى يعني طبعا. ده فريق بقى يبان ان هو مرشح للبطولة، قدموا اسهمهم، كسبوا منتخب الكاميرون، منتخب الكاميرون 5 ألقاب بره ارضه، منتخب الكاميرون المنتخب الوحيد اللي فاز بألقابه كلها خارج الاراضي الكاميرونية، فمعناها ان منتخب الكاميرون من القوى الافريقية الكبيرة. فمنتخب نيجيريا منتخب قوي، هيواجه بقى المنتخب الانجولي اللي عامل اداء في البطوله مذهل، تعادل مع الجزائر ووصل للدور الثاني، كسب المباراه اللي فاتت 3-0، فعندهم مابولولو المحترف في الاتحاد السكندري عندنا، ودي حاجه مشرفه ان يعني لاعب بوزن مابولولو وبيلعب على المستوى ده وبيلعب عندنا في الدوري المصري. جيلسون كمان بيلعب في الوكره القطري برضه مهاجم كويس وسجل هدف المباراه اللي فاتت، ولكن اعتقد ان ممكن المنتخب النيجيري يوقف طموح المنتخب الانجولي، واعتقد ان حتى لو المنتخب الانجولي خرج من البطوله بهذا المستوى في هذه المرحله اعتقد بالنسبه لهم هيبقى مرضي جدا، لان برضو انجولا يعني جزء كبير من المنتخب بيعتمدوا على اللاعبين المحليين، خاصه ان انديه انجولا متقدمه جدا على مستوى البطولات الافريقيه، بيترو اتليكو بريميرو دي اوجوستو، فالانديه الانجوليه دايما بتشاكس في البطولات الافريقيه وبتتواجد في مراحل متقدمه، ولكن اعتقد ان منتخب النيجيري يعني شرس. دي حقيقه. ولكن عايزه بقى اسالك او اعرف تعليقك ايه كده على خروج بطل النسخه الماضيه لكاس امم افريقيا طبعا السنغال، وخروج الوصيف برضو للنسخه الماضيه مصر، تعليقك ايه على خروج البطل والوصيف؟ ما هو ده الكره الافريقيه ما فيهاش حاليا ثبات في المستوى، صعب نلاقي يعني صعب نلاقي المنتخب اللي ثابت على مستواه زي منتخب مصر المرحله بتاعت حسن شحاته 2006 2008 2010 ده ما بيحصلش. الكاميرون فازت ببطوله 2017 من ساعتها ما تواجدتش غير حتى في السيمي فاينال على ارضها وخرجت امام مصر. السنغال يمكن السنغال كنا بنتوسم فيها انها منتخب مستقر شويه فنيا، وصلت نهائي 2019 في مصر ووصلت النهائي امامنا في الكاميرون وفازت بالبطوله، ولكن زي ما قلنا تراجع اداء بعض اللاعبين، شويه غرور، حظهم السيء ان هم يطلعوا اول ويصطدموا بتالت قوي، ده بالنسبه للسنغال. بالنسبه لمصر بقى حدث ولا حرج، اخطاء فنيه، مشاكل كتير كتير جدا، مشاكل كتير في المعسكر، لخبطه، عك كتير قوي حصل، تفاوض مع حارس مرمى، مشكله محمد صلاح، ايا كان مين الصح والغلط في مشكله محمد صلاح اثرت اكيد على المنتخب. طبعا بشكل سلبي اكيد، اصابته وسفره يعني مشكله مركبه، اصابته اثرت جدا، يعني نفترض ان محمد صلاح موجود حتى لو ما بيأديش فهو موجود على الاقل في لاعبين ثلاثه بيمسكوه بيفتحوا الفرصه للاعبين الاخرين. كمان مشكله بقى سفره، من عدم سفره يفضل ما يفضلش يتعالج هنا، شد عضلي، دي عملت شد وجذب، بالاضافه لان احنا زي ما قلنا احنا اكتر من فرصه اتيحت لينا، احنا في مباراه موزمبيق مثلا ادينا شوط تاني كارثي، ولكن ربنا كرمنا بضربه الجزاء اللي جت في اللحظات الاخيره وسجلناها. مباراه الراس الاخضر بعد ما كنا خلاص خرجنا من البطوله، هدف رينالدو لاعب موزمبيق رجعنا تاني للبطوله، فاحنا زي ما قلت لحضرتك في البدايه احنا الظروف كانت بتخدمنا والطريق كان بيتسهل لنا. حتى خروج السنغال على فكره كان هيبقى في مصلحتنا، لان احنا السنغال عندنا عقده نفسيه مع السنغال، يمكن لو واجهنا كوت ديفوار كان يبقى الموضوع اسهل، ولكن احنا يعني لعبتنا كانت رافضه المنح والفرص اللي بتتاح ليهم كل مره،
هدف رينالدو لاعب موزمبيق اللي تسجل في غانا في الدقيقه 94 ده على فكره غير مسار البطوله، ويمكن ناس كتير يعني هو دخل منتخب مصر، خرج منتخب غانا بعد ما كان منتخب غانا وصل خلاص، دخل منتخب كوت ديفوار، لانه لو مصر كانت دخل الثالث كان كوت ديفوار غالبا هتخرج من البطوله. عمل مواجهه بين السنغال وكوت ديفوار، مواجهه صعبه، كانت المواجهه دي ممكن تبقى بين السنغال ومصر، فالهدف ده ليه وزنه في البطوله دي، واعتقد كل من في البطوله هيفتكروا بما فيهم الجماهير الايفواريه اللي هي كانت خلاص شبه فقدت الامل بعد 0-4، قعدهم هدف رينالدو، قعدهم كمان هدف حكيم زياش في زامبيا، لان لو كان حصل تعادل بين المغرب وزامبيا كانت برضو كوت ديفوار هتخرج. صحيح طبعا، ولكن خليني بقى دلوقتي اخدك لحاجه ثانيه بره عن كاس الامم الافريقيه، وعارفين ان انت محضر لنا يعني احصائيات او حاجه بتخص البطولات الافريقيه ودور نادي الزمالك او دور الفريق في البطولات الافريقيه للمنتخبات، ممكن تقول لنا عليها دلوقتي؟ نادي الزمالك من الانديه اللي يعني اللي ليها بصمه في بطوله افريقيا، يكفي ان احنا نقول ان اول هدف في اي بطوله بيبقى في حاجه اسمها رقم ريادي ورقم قياسي، الرقم الريادي هو ما حدش يقدر يكسره، الرقم الريادي ده ليه علاقه ببدايات البطوله، يعني مين اللي بدا، مين اللي فاز باول بطوله، مين اللي سجل اول هدف، فاللي سجل اول هدف في بطولات افريقيا هو رأفت عطيه لاعب الزمالك، سجل اول هدف في بطولات افريقيا. عندنا اشرف قاسم سجل اخر ضربه ترجيح في بطوله 86 اللي فازت بيها مصر في البطوله، عصام بهيك سجل هدفين لاعب الزمالك في بطوله 59 في القاهره في النهائي وفازت مصر بالبطوله، طارق مصطفى سجل الهدف الثاني في بطوله وهدف الفوز بالبطوله برضو في بطوله 98 في بوركينا فاسو، كمان حسام حسن طبعا ارتدى تيشيرت نادي الزمالك وكان هداف بطوله 98، فاحنا عندنا مجموعه من الارقام الرياديه والقياسيه. ايمن منصور يعني ايمن منصور مهاجم نادي الزمالك وصاحب اسرع هدف في البطوله الافريقيه في بطوله تونس في الجابون سنه 94. كمان في حاجه غريبه جدا، لعيبه نادي الزمالك يعني في المنتخبات اللي فازت بالبطوله كان فيهم لاعب يرتدي تيشيرت نادي الزمالك اثناء فوز الفريق بالبطوله 8 مرات، 7 مع مصر ومره مع منتخب نيجيريا في بطوله 94، كان ايمانويل امونيكي كان لاعب نادي الزمالك ساعتها وسجل هدفين في المباراه النهائيه، فيبقى نادي الزمالك عنده يعني 8 مرات المنتخبات تفوز بالبطوله ولاعب من نادي الزمالك فيها. ممكن كمان نضيف ليهم بقى ان يعني لو لعيب لنادي الزمالك سواء سابقا او لاحقا، ايمانويل كوارشي فاز بالبطوله سنه 78 و82 مع منتخب غانا، وايمانويل كوارشي ارتدى تيشيرت نادي الزمالك، ايمانويل مايوكا لاعب زامبيا ارتدى تيشيرت نادي الزمالك، فاحنا عندنا يعني 11 مره لاعب كان بيرتدي تيشيرت نادي الزمالك سواء سابقا او لاحقا فاز بالبطوله. كمان عندنا محمد كوفي لاعب نادي الزمالك شارك في المباراه النهائيه للبطوله سنه 2013 مع منتخب بوركينا فاسو، فكل اللاعبين اللي بيرتدوا تيشيرت نادي الزمالك كانوا مشرفين في البطوله سواء مع نادي يعني سواء المصريين اللي فازوا بالبطوله مع نادي الزمالك او اللي هم المحترفين اللي هم الثلاثي ايمانويل كوارشي وايمانويل امونيكي وايمانويل مايوكا وبالاضافه لمحمد يعني دي احصائيات مميزه الحقيقه. فنادي الزمالك نادي الزمالك متواجد بقوه في البطوله. احمد حسن كمان ارتدى تيشيرت نادي الزمالك كان احسن لاعب في البطوله مرتين. حسن شحاته كان احسن لاعب في البطوله سنه 74 في مصر، وكمان طبعا احسن شحاته هو المدرب الاسطوري اللي فاز بالبطوله 3 مرات متتاليه. طبعا اسم نادي الزمالك متردد يعني حاجه تشرف طبعا بقوه بقوه يعني في البطوله الافريقيه جميله جدا. طبعا طبعا، وكل اكيد جماهير يعني النادي الزمالك وجماهير المصريه كمان اكيد بتتشرف بحاجه زي دي، يعني احنا برضو ساهمنا بشكل كبير قوي زي ما حضرتك كنت بتقول دلوقتي تقريبا في كل البطولات في كل النسخ، يعني شاركنا بشكل كبير جدا، ونادي الزمالك كان ليه دايما زي ما قلنا في دايما لاعب من نادي الزمالك سواء مصري او محترف، ولكن كان بيعمل فرق في البطوله. يعني بطوله 94 الجماهير تذكرها ايمانويل امونيكي قبل ما يحترف في اوروبا كان محترف ساعتها في نادي الزمالك وساهم بهدفين فازت بيهم نيجيريا على زامبيا في المباراه النهائيه وفازت بالبطوله، وزي ما قلت لحضرتك كمان عصام بهيج عندنا نجمنا الراحل يعني الله يرحمه بطوله 59 سجل هدفين، فاحنا عندنا لاعبين سجلوا هدفين في المباراه النهائيه كانوا وقت البطوله بيرتدوا تيشيرت نادي الزمالك، وزي ما قلت لحضرتك كمان حتى لو سابقا او لاحقا فاحنا عندنا ايمانويل كوارشي
حصل على اللقب مرتين، ايمانويل مايوك، فاحنا حاجه مشرفه. كمان هدف في البطوله الافريقيه، اعتقد اسرع هدف، اسرع هدف كمان بقاله فتره صامت كمان الرقم، اعتقد صعب يتكسر هدف ايمن منصور في الجابون. وهدف رأفت عطية ده بقى زي ما حضرتك يعني ده رقم ريادي، ده خلاص بقى ده تريد يعني تريد مارك النادي الزمالك الهدف اللي سجله رأفت عطية، ده اول هدف في البطوله. اكيد اكيد طبعا. طب بما اننا بقى بنتكلم على نادي الزمالك، عايز اعرف منك برضو شايف اداء ازاي فريق الزمالك في المعسكر او معسكر الامارات، وشفت ازاي الفوز على اهلي جده بنتيجه كبيره بنتيجه 3-0، شفت ازاي اداء الفريق؟ هو الحقيقه احنا اتصدمنا شويه في البطوله الاولانيه طبعا، والخساره امام الوحده الاماراتي، ولكن البطوله الثانيه الزمالك بان معدن اللعيبه الحقيقي، فزنا على الرجاء رغم ان احنا كنا متقدمين 2-0 وهما تعادلوا، ولكن حتى في ضربات الترجيح اللعيبه أدت بإصرار، وكان واضح إن لعيبة نادي الزمالك واخدين البطولة مش على إنها بطولة ودية، واخدين على إنها بطولة يعني يصالحوا بيها جماهيرهم، هي طبعًا في النهاية بطولة ودية يعني، بس هو كانوا عاملين إن هو الأداء ده على أساس نصالح بيه جماهيرنا ونرجع اعتبارنا تاني العربي طبعًا والإفريقي والمحلي، فعملنا مباراة حلوة قوي أمام نادي الرجاء، خصوصًا اتقدمنا 2-0 مبكرًا كده في المباراة. لكن كانت المباراه بقى امام اهلي جده، وخصوصا ان اهلي جده حاليا مدجج بالنجوم في المنيو ولاعبين محترفين، وهو من الانديه اللي داخله في حزبه المحترفين الكبار في الدوري السعودي مع اتحاد جده ومع الهلال والنصر، فكنا نفوز عليه بالنتيجه دي هدف يعني هدف شيكابالا هدف كمان، حتى الاهداف فعلا لو هنتكلم على الاهداف، الاهداف كلها مميزه يعني، ما كانش في هدف سهل تقريبا، كل الاهداف صعبه فعلا. وشيكابالا يعني استعاد بريقه في البطوله دي، سجل في مباراتين ودي من زمان شيكابالا ما بيسجلش يعني مباراتين ورا بعض، فاستعاد بريقه، الاداء كان مختلف. انا فرحان كمان بالهدف قوي اللي سجله عمار ياسر، لان احنا عندنا مجموعه من الناشئين كويسين قوي، بس لخبطه الفريق الفتره اللي فاتت ما كانتش بيديهم فرصه، لان الفريق ملخبط، فلما ينزل ناشئ مع فريق ملخبط اكيد بيبقى حظه وحش وما بيبقاش يعني عنده فرصه ان هو يبرز مواهبه، فلما نزل في مباراه احنا متقدمين 2-0 بقى عنده ثقه وشاط على الجون وسجل، اعتقد ان ممكن يكون الناشئين اللي كسبناهم في البطوله دول مكسب، ممكن يكون الفوز على الاهلي السعودي ده بدايه يعني وقفنا بقى على الطريق الصحيح. سامسون اكينيولا بدا في البطوله دي شويه يعني يظهر، الجماهير ترضى عنه شويه، الجماهير كانت غاضبه عليه تماما الموسم اللي فات، ولكن بدات الجماهير ترضى عنه شويه لانه بيكافح في الملعب وبيلعب على كل كوره وبيصمم ان هو يدخل في كل كوره، فدي الروح اللي بتحبها جماهير الزمالك، فاعتقد احنا حققنا مجموعه من المكاسب من البطوله دي، مكاسب ايجابيه، بالاضافه طبعا لعوده يعني صفقتين، احنا بنعتبر دايما اي لاعب مصاب وبيختفي فتره وبيرجع بيعتبر صفقه جديده، يعني مصطفى شلبي ونش طبعا رجع، مصطفى وطبعا شلبي الونش أكيد أكيد. عندنا كمان في البطوله الافريقيه يعني كل دول كانوا غايبين عن الزمالك الفتره الاخيره، كمان فتوح دي حقيقه اكيد، يعني رجوع كل دول للفريق هيفرق معاهم بشكل كبير، يعني هيبقى عندنا ثلاثي ثلاثي اللي هو الونش وادائهم اكيد مميز بشكل كبير قوي، بنتمنى لهم اكيد كل التوفيق في الفتره اللي جايه، وبنتمنى كل التوفيق ان شاء الله لفريق الزمالك ومزيد من الانتصارات كده ان شاء الله في الفتره اللي جايه. وبشكرك شكرا جزيلا، كنت معايا النهارده يعني احصائيات كانت مفيده جدا وكلام مفيد جدا، وبشكرك جدا لوجودك معايا. أنا ببقى سعيد دايما بوجودي على قناة الزمالك، وسعيد بإن احنا اتكلمنا عن نادي الزمالك سواء في البطولة الأفريقية أو نادي الزمالك في البطولة الودية. بشكرك جدا جدا، شكرا لك. يعني بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهارده، كنت معاكم على مدار 90 دقيقة كروية زملكاوية وعالمية، وكان أكيد معايا النهارده مشرفني المحلل الرياضي المميز وليد رشاد، وكلام كان مهم جدا عن منتخب مصر وعن كأس الأمم الأفريقية وكمان عن نادي الزمالك. أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من نهارك أبيض.